سيدي انا امراه ارمله وما عنديش في مدينه طنجه في 20 غشت كنجيو سيدي وكنمشيو ونرجعو نمشيو ونرجعو راه ما كاينه لا خدمه لا والو. دابا سيدي عندي 5 العواول انا امراه ارمله وما عندي لا من شاول لا من ناول ما عندي منظار ما قريه ما حتى شي حاجه وعندي 4 لي ثمان عام سيدي كنخدم عليهم وعندي البنت معاقه زيزونه ما لي يعطيوني عليها لا ريال ولا جوج عمر ما عاوني حتى شي واحد. دابا سيدي كنطلبوا من الله ومنكم تعاونونا الله يرحم لكم الوالدين الله يجزيكم بخير. ورا حنا في الموقف نعم سيدي في 20 غشت وانا كنسكن نعم سيدي بسيدي حسين خندق الزرزور وعندي البنت زيزونه ما كتهدرش وعاد البنيته ديالها معاقه وحنا سيدي جالسين ما نخدمو ما نردمو نرجعو ونرجعو احنا في الموقف نعم سيدي ديال 20 غشت هادي راه سيدي 26 عام وحنا سيدي ما كنمشيو نديرو هيدا الميناج ما كيعملو لينا ارباح واحد يعطيك نص الثمن واحد يجري عليك واحد كو واحد كيفاش بغا يدير لك يدير لك ايوا هادشي اللي قسم الله يعطيناش الاتعاب ديالنا سيدي ضرب الا عطاك يعطيك 100 درهم والا قلتي له راه انا ضربت التماره هادي كيجري عليك يقول لك مشي بحالك ولا نتكرفس عليك ولا شوف شنو عيب بغا يعمل ايوا هادشي اللي قسم الله علينا سيدي هو هذا. دابا كنطلبوا من الله ومن المخزن ديالنا ومن الوزاره ديالنا يعاونونا الا شافوا من حال هذا الدراوش اللي هنايا راه كاينه المسكينه اللي ما عندهاش احنا واقفين انت كتشوف كيما نجيو كيما نجيو غدا نجيو بعدو ما كنخدموا شي قليل فكنخدموا ديك يومين في السيمانه ولا ثلاث ايام في السيمانه هادشي باش تعيش بها اربعه الناس اربعه الاسره كيفاش غتعمل لهم الكسوه ديالهم الحمام المدرسه ما كان اشهار وشهر ونص ما كنخدمش نهار اللي كيديونا ما كيعطيونا حتى شي ثمن ضربت تماره تينا كتفاهم معاهم الثمن هما كيعطيو لك عنوز الثمن 50 درهم 60 درهم قول لك صافي هادشي اللي عملتي ما بغيتيش قول لك صافي ما بغيتيش صافي مشي الله يعاونك. دابا هذا الرياض غرس ما فيهش زعما شي قيمه تبقى تايل هنايا بغيتي تخدم ما بغيتيش قول لك صافي مشي بحالك تينا اللي طلعتي معايا كامل الرجال كيقول لك خدمتي تينا طلعتي معايا علاش طلعتي معايا كيقول لك بغيتي هاد الخدمه خدمتي ما بغيتيش صافي خرج بحالك عليا خليك حتى تسالي شغلك كيقول لك بغيتي هاد الثمن تي خدمتي معايا دابا ما بغيتيش صافي صلي عاونك اولا نجيب لك البوليس كنشبروا نمشي بحالنا كنبكي عملوها ما ماشي مره ماشي جوج كيما راكي في الراجل خدمت مع مره عاود هايداك تفاهمت معاها ب 20 خدمت وجدت سكنات عطاتني 100 درهم من تسعود حتى دنت العشاء وانا باقا تمايا ما عطيتني حتى فلوس ديال التاكسي حتى 5 درهم قلت لها زيدني غير 5 درهم قالت لك صافي مشي الله يعاونك هيدا باش كنجيب انا القدام. دابا سيدي حنايا مضيعين بزاف هذا الرياض غشت كنمشيو نخدموا في المعمل في شي حاجه حتى واحد كيقول لك انتينا كبرتي ما كنت خادمه في المعمل دابا حتى واحد ما كيبغي يخدمني في المعمل كانت عندي بلانشا دابا كيقول لك صافي تينا ما كتخرجش هي الانتاج. دابا ملي جبت كنجي هنا دابا 7 سنين كنجي هنايا هذا الرياض دابا العواون ما عندي عاود وخا العزاره كبارين ما كيبغيوش يعاونوني كيقول لك ان شاء الله كنقضوا براسنا بولادنا عندي العائل مجوج كيقول لك ان شاء الله كنقض بمراتي يا اخر عزري كيقول لي ان شاء الله كنقض المصاريف ديال بليه ما عندوش باش يعاونني انا كل نهار كنجي هنايا كنرجع دابا هنا الضو الماء انا عندي الضو الماء 4 اشهر تاورت عليا عندي الورقه ديال الانذار جد الورقه ديال الانذار ما عنديش باش نخلصو انا كندير المركوب وانا كنسكن في سيدي دريس كنمشي بالمركوب نجي بالمركوب شي مره نمشي على رجلي ونجي على رجلي كاينشي اللي كاينشي ما عنديش دابا حاليا دابا ما عندي ما ناكل في الدار حاليا دابا اللهم لك الحمد دابا العول ما خليتهم ما خليت لهم والو عندي ثلاثه العول اللي صغاري ما عندهم ما ياكلوا في الدار كل نهار كنجي لهنايا ما كاينش كندير شي الحوايج نبيعهم معاهم في الجوطيه ما كاينش ما شريت حتى شي واحد مني اي الفصو انا بني ما كذا انا في كاسافاراتا والو ما كاينش اللي كيشري مني ومره كنخدمو مره ما كنخدموش وحنا هنايا ناسيين ما كيديوهاش حتى فينا ما عرفنا واش كاينين ولا ما كاينينش. ايوا هادشي اللي عطى الله مره خدمو 50 درهم مره 60 درهم كاين اللي هنا عندها ولادها كاين اللي ما عندهاش كاين اللي عندها مسؤوليه والكرا وهذا و50 درهم ما عندها ما دير اصلا. ايوا انتما كتشوفو كنجيو كنبقاو من الصباح حتى العشيه وما كنخدموش اليوم 4 ايام حنا ما خدمناش وهادشي اللي عطى الله. دابا الناس واخا الشتا واخا البرد واخا التبروري كنبقاو هنايا ما كنخدمو ما كنردمو كنبقاو هنا واخا الشتا واخا البرد واخا كلشي كنجيو في الشتا وفي الصيف الصيف كيكون شويه ولكن دابا في الشتا ما كاينه حتى حاجه. دابا كاين اللي هنايا دابا عامين انا عامين وانا هنا كاين اللي هنا عنده 14 عام كاين اللي 16 عام كاين اللي ما عندهمش البديل ما عندهمش فين يمشيو ما عندهمش فين يخدموا يعني واخا الناس كاينه مزاكن كبارين كاين الناس عندهم 70 عام كاين عندهم 80 عام كيشوفوهم الناس ما كيبغيو يديهم يخدموا كاع نمشيو مع شي كليان كاين اللي ما كيعجبوش كاين اللي كيهرب علينا واخا كنديروا له الشغل كيهرب علينا وكيخلينا في الدار يعني ديك الدار ما كتكونش مفرشه ولا شي حاجه ما عندنا ما نديو ليه كيخلينا في الدار وكيمشي بحاله ما كيجي ما كيخلصنا لا والو
كاين بعض المرات كنمشيو 40 كيعطيونا 50 درهم الوحده، كاين بعض المرات 100 درهم. كاين دابا حنا سيمانه وحنا غادي جايين ما حتى درهم ما دخلنا، كنمشيو كنجيو حتى والو حتى درهم. هذا الرياض 20 غشت فيه الايتام والفقراء والمساكين، كاين اللي كيخليو الايتام مساكن يعني كيجيو كيخدموا، كانوا كيخدموا ب 150 200 درهم كيعطيو 70 80 100 درهم، وكاين البنات اللي كيبقاو ضايعين هنايا كيضطروا كيبيعوا الشرف ديالهم. كاين الاشرار وكاين الاخيار، والدنيا ساعة فاجعلها لله طاعة والنفس طماعة عودها القناعة، لكن خصهم يشوفوا بالحال المواطنين وأهل طنجة المدينة. وأشكر هذه الإذاعة وأشكر الوزارة تشوف لهم شي حل. يوميا يكونوا يعني ربما كيتزبقوا، كيف شي واحد كيوقف على تقبح الله الفقر، كيمشيو كاملين مجموعين وموالين الطوموبيلات كيتعصبوا، وكاين اللي هو مخلص يعني كيتأسف، وكاين اللي ما كيتأسفش وهذا حاله.